السلام عليكم. ألعاب الخفة، لطالما شكل هذا الفن فرقا كبيرا بين لاعبيه وبين المشاهدين الذين يصابون بأشد أنواع الدهشة والغموض والتشويق. فكلنا نعرف أن الغاية من الفن السحري هي إبهار الناس وجعلهم يصدقون أن ما يحدث أمامهم سحرا. ومن هنا سنتحدث عن الأقسام الستة المختلفة التي منها يتشكل هذا الفن الراقي. أولا، الأوهام الكبيرة أو الأوهام العظيمة، ويتطلب هذا النوع من الألعاب السحرية جمهورا كبيرا وخشبة مسرح أو مكان واسع للعرض مع بعض المساعدين في الميدان، وتكون الحيل بالحيوانات الغريبة أو بالوسائل الكبيرة مثل الكرسي أو الطاولة أو سيارة أو أشياء أكبر بكثير. سأعرض عليكم الآن صور بعض أشهر لاعبين الخفة في هذا المجال. ثانيا، السحر القريب. كثيرا ما يكون هذا النوع من السحر على الطاولة، ويعتمد على الجمهور الصغير والمحدود والذي يجب أن يكون قريبا من الساحر، لأن هذا الأخير يستخدم في حيله بعض الوسائل الصغيرة مثل أوراق اللعب والقطع النقدية وكل ما هو متاح مثل القلم والسيجارة إلى آخره. إليكم الآن بعض صور أشهر لاعبين الخفة في هذا القسم. ثالثا، فن الهروب. يعتمد هذا الفن على الهروب من الأماكن المستحيلة، مثل أن تتقيد بالسلاسل والأصفاد وإدخالك داخل صندوق مغلق بإحكام ورميك بعد ذلك كله في قعر البحر. الكثير من الأشخاص نجحوا بالهروب من أماكن لا يتخيلها العقل، وأشهر الفنانين في هذا المجال: رابعا، السحر على المسرح. باختصار، يتطلب هذا النوع جمهورا متوسطا نسبيا، والأدوات المستعملة تكون في الغالب متوسطة الحجم مثل الحمام، الأرانب، الخيوط، الكرات إلى آخره. إليكم صور بعض أشهر لاعبين الخفة في هذا القسم. خامسا، قراءة الأفكار. يعتمد هذا الفن على التلاعب بالعقول وقراءة الأفكار والتحكم فيما سيحدث قبل أن يحدث. هذا الفن يحتاج إلى جمهور متوسط ويناسب الكبار أكثر من الصغار. إليكم الآن صور بعض أشهر لاعبين الخفة في هذا الأسلوب. سادسا، سحر الشوارع. يقوم لاعب الخفة هنا بحيله في الشارع مع العامة وعلى هواء الطلق، مستخدما بعض الوسائل الصغيرة المتوفرة عند كل الناس مثل الأوراق والقطع النقدية والقلم والكبريت إلى آخره. تكون الحيل صغيرة مع تأثير كبير. إليكم الآن صور بعض أشهر لاعبين الخفة في هذا المجال. عزيزي المتابع، إلى هنا يكون درس اليوم قد انتهى. تذكر دعم القناة بلايك والاشتراك إن لم تكن مشترك من قبل، وترقب المزيد قريبا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.